بسم الله الرحمن الرحيم. من 17 سنة منذ 17 سنة والجميع يتكلم عن ضياع إيرادات الضريبة والجمارك وعدم وصول أغلبها إلى الخزينة العامة للدولة، وها كانت ثقافة مجتمع، أصبحت ثقافة مجتمع للأسف الشديد. جميع يعلم أن تشوه الاقتصاد العراقي واحدة من أهم مرتكزاته هو عدم وجود مصادر أخرى للتمويل، مصادر معتمدة معتدة لتمويل الخزينة العامة غير إيرادات النفط. وكان دائما يذكر سبب هذا التشوه بعدم وصول مبالغ الضريبة والجمارك للخزينة العامة. هاي حقيقة ما حد يقدر يتجاوزها. للأسف الشديد طوال السنوات 17 سنة الماضية كان مجرد كلام، لم تصدر الحكومات المتعاقبة أو الجهات أو السلطات المتعاقبة أي تقرير مالي أو فني يثبت ذهاب هذه الأموال إلى الخزينة العامة أو ينفي ذلك، ولم يعالج أي تقرير معالجة نهائية بالأرقام الدقيقة أين ذهبت هذه الأموال. التقرير الوحيد اللي رفع خلال 17 سنة و 18 سنة الماضية هو التقرير اللي رفع في زمن هذه الحكومة عندما شخص آليات التحايل وخيانة الأمانة في الهيمنة واستلاب هذه المبالغ. هذا واضح جدا. نعم الموضوع أخذ أكثر من سنة. معالي الدكتور علي علاوي بدأ بالممارسات، سوى كتاب رسمي إلى هيئة العامة للضرائب بإيقاف الصرف من الحساب، سوى كتاب رسمي آخر بإيقاف الصرف من الضرائب لغاية 500 مليون دينار وبموافقته شخصيا. كانت هناك إجراءات احترازية من قبله، ولكن خيانة الأمانة رغم هذه الإجراءات الاحترازية خيانة الأمانة كانت مستمرة. الموضوع عندما استلمنا مسؤولية إدارة وزارة المالية بالوكالة كسياسة عامة كان لازم نطلع على مهام وآليات عمل الهيئات والدوائر والشركات المرتبطة بالوزارة. واحدة من المؤسسات كانت هي العامة للضريبة. شفنا العرض اللي قدموه كان واضح، يعني عدم شفافية العمل، كان واضح ارتباك في الإدارة في الهيئة، كان واضح فقدان للإدارة السليمة. واطلعنا مباشرة خلال الأيام الأولى على وجود وثيقتين. الوثيقة الأولى تتكلم عن مبلغ مالي، رصيد ورقي موجود لدى قسم الحاسبة في الهيئة العامة للضرائب، والتقرير الثاني يتكلم عن الرصيد الحقيقي، السيولة المالية الحقيقية الموجودة في حساب الضرائب، حساب أمانات الضرائب في مصرف الرافدين. الفرق ما بين التقريرين كان مبلغ كبير، مبلغ هائل، وهذا اللي خلانا ندقق بالموضوع. شكلنا لجنة تحقيقية عالية المستوى برئاسة مدير عام القانونية، زار الهيئة العامة للضرائب وكتب تقرير عن ما وجده من سوء إدارة، ضياع أوليات، فقدان الإدارة الصحيحة وكثير من الملاحظات. كان هناك مجموعة من التوصيات، التوصيات تتضمن عقوبات لملاكات إدارية صادقنا عليها بالكامل. كانت مصادقتنا على هذه العقوبات في 15 سبتمبر 2022. تم إعفاء مدير عام الضريبة والمعاون الأول وعدد من الملاكات المتقدمة داخل الهيئة العامة للضريبة، لنعتقد وفقا لمعطيات التقرير لنعتقد أن هؤلاء هم جزء من يعني خيانة الأمانة، وهذا يعود تقديرا أخيرا للمحاكم المختصة. بعد أنه تم إعفاء الإدارات في الهيئة العامة للضرائب، تم تكليف أحد الكوادر المتقدمة في الهيئة العامة للضرائب لإدارة الهيئة مؤقتا لحين تسمية مدير عام بالأصالة. الشخص المكلف استلم زمام يعني استلم الإدارة، وخلال فترة لا تزيد عن شهر قدم تقرير تفصيلي بالوثائق والكشوفات وأرقام الصكوك والممارسات وبصورة دقيقة جدا تثبت أن الفرق الهائل ما بين الرصيد الورقي والرصيد الحقيقي، الرصيد الورقي لدى حاسبة الضريبة والرصيد الحقيقي كسيولة لدى هيئة الضرائب، تم اختلاسه وتم السيطرة عليه من قبل ناس ليس لهم أي حق فيه.
تم ضبط التقرير بصورة دقيقة وإرساله إلى الجهات المختصة اللي هي الهيئة العامة للضرائب طبعا بتوجيه من دولة السيد رئيس الوزراء واللجنة المالية البرلمانية ولجنة النزاهة البرلمانية. هنا دور الهيئة العامة للضرائب انتهى، لأنه الهيئة العامة للضرائب أدت دورها، قصدي عفوا هنا دور وزارة المالية انتهى لأنها أدت دورها في تدقيق الأرقام، إحصائها، ضبطها مع كافة الأوليات. التقرير قد يصل عدد الصفحات به إلى 400 صفحة، تم إرسالها بالكامل إلى الجهات المختصة، والقضاء سيأخذ يعني قراراته اللي تحمي المال العام وتحافظ على يعني تحافظ على حقوق الدولة. أنا أعتقد هذه أهم المواضيع اللي تكلمنا بها. التقرير الهيئة العامة للضرائب، تقرير يعني الدائرة، يتقدم في 10/10/2022. الكتاب اللي أرسل للهيئة النزاهة الاتحادية واللجنة البرلمانية ب 12/10، وبالتالي كانت بالتالي أوفت وزارة المالية بما مطلوب منها في كشف الحقيقة، وأوفت الحكومة العراقية بأنها لم تتستر على هذه الجريمة التي سميت خيانة الأمانة، ولم تتستر على العاملين عليها، ولم تتستر على الوثائق التي حصلت عليها من أسماء الشركات. هذا الموضوع وهذه المخالفات هي مخالفات تاريخية موجودة على 17 سنة الفائتة، لكن ضيق الوقت اللي عندنا خلانا نركز فقط على هذه الفترة المؤخرة. وأكيد إن شاء الله السلطات المعنية في المستقبل القريب لازم تسلط على كامل المشهد وتدقق في كامل المبالغ التي تم الهيمنة عليها ويعني استلابها من الخزينة العامة. شكرا جزيلا.